هند مختار، اليوم السابع. هو أنا عندي بس سؤالين في الجزء الفني المتعلق بالرؤية والاستراتيجية بتاعت الوزارة. أول سؤال، حضرتك عرضت إن هو ربط التعليم بسوق العمل والعمل على مادة البرمجة. هل في خطة أو آلية واضحة لدى الوزارة فيما يتعلق بمادة البرمجة ومادة الذكاء الاصطناعي باعتبارهم هم يعني المستقبل في سوق العمل؟ الحاجة الثانية، السؤال الثاني، حضرتك اتكلمت عن مواجهة الكثافة السكانية، مواجهة الكثافة كثافة الطلابية، الرسوم في هل الخطة أو الاستراتيجية ليها يعني قابلة لإعادة التقييم في حالة الزيادة السكانية اللي بيترتب عليها زيادة في كثافة الطلاب؟ شكرا. تمام، هجاوب لحضرتك الاول على ماده البرمجه. الحقيقه احنا منسقين مع وزاره الاتصالات وبنرتب ان هو يبقى فيه انستراكتورز او معلمين من عندهم يشتغلوا مع مدرسينا، والحقيقه احنا هنطبقها مش العام القادم الحالي، السنه اللي بعديها، لحد بس ما نرتب التدريب بتاع المعلمين بتوعنا هيقدروا يدرسوها ازاي، وهيقدروا يدرسوها طبعا الذكاء الاصطناعي احد الافرع بتاعت ماده البرمجيات، فاحنا برضو هنشتغل على ده لان هو المستقبل في العالم كله هذه المادة إن شاء الله يعني. تمام، فيما يخص الكثافات احنا حضرتك طبعا بنحل العام الدراسي القادم اللي احنا داخلين عليه ده بأقصى طرق ممكنة غير تقليدية، انما اللي عندنا طبعا خطة بنعملها مع هيئة الأبنية التعليمية لما هو قادم في الكثافات اللي جاية في السنين القادمة اللي بعد كده إن شاء الله. اتفضل حضرتك.